السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي حاجات من يدها حاجاتني رواي فرز مشكلاتني حل فرز جوانان عزيز كن قومي مشكلات حل سوشك ذرا مريض كني شفائي مينا التماس دعا بسيط مريض من مغموس مريض من مغموس سام نسام پو اسپتالي بستر پی قدوك سے يران ناظر سے دين تم شب قدر لچنا جلوس آزاداری لبنا چیت بجگ ذرا مریض کن گامی شفائی مینا امام حسن مجتبی شیعان کن گاما علی پی اپنی پھن بلے چک بنا تمام گاما کن دینا نگا لوگ سے سو اللہ اسبغ بن نباتا لوگ سے مچا دینے کا فریاد بن چھدو گے اسبق یاران چه ما چاییم نی باوز یاران کم ما سو زر نظر من اسبق زر دیا مولا نی نپوکس ما چاک سیو زر دیا مولا یا الله
فرشت دے چنا باوی کنا اجازت چی کھرے یوں آم ما باوی فیق پیردوں بولا جلتا سمیت پچاما میں دیا مولا یا اللہ خدایا امیر المؤمنین محراب عبادت شہید باز چیا امت لا امیر المؤمنین عدالت متقا امیر المؤمنین انصاف برداشت میوما علی فق محراب عبادت شہید باز یا اللہ یا اللہ امیر اسبغ يمزر اجازتا اسبغ ابن نبات امير المؤمنين خدمة للهبت اسبغ زارت ببن الابن علي هوشو سيد سوك اما مولاي فيق بيس برال بولا سير فر ومالشي جين سيد سوك لكن مزين قام امت سوك آيا مولاي ارضون بسير بسو دي حالت بقال عزيزانون ان شاء الله مختصر مصائب كنا ينبو ينتم قم التماس دعاء روزة داري حالت يد ما شاء الله ما شاء الله دي تقبض دوس بيوت بآفرين زينب ان شاء الله ينتي مين دعاء بجين حسين ينتي كرازي ان شاء يا الله امام حسن حسين ابا الفضل العباس يك ادي قليل تجس علي نجف سكدف بس اسكو تواريخ نقل بيت امام حسن مجتبى في ابو زمز كان لوك سيوم وقتك ملسا تجا خرابة تيانا مسكت تيو اندقلو فرياد بندقلو تا دیری نفلگا پتا سونسد یتیم گاما شاربو گاما پتا سونسد ناریز گلز گزگوی کا زن جنگن بسین من زندرکن بو یا اللہ امام مجتبائی فیق بودے خرابے سونسلتانا مکمت پینا بینا شخص چیک ولكن انا فرياد بندوق امام مشتبه في قسكوت سلام بس احوال قرسي بس ابنا امام اسكسل مس كانچا مسين كانچا فرياد مسين دينا بينا بزر ما ديري جاك مسوم سون نشت يا شخش يوم بين نازا چس كوم بين نازا چس كون مين چات بين ديري جاك مسوم سون در شخص بنشت يا ملبا يا الله امام مجتبہ اس کا سلم ولد آیا کرام وزینیو تا دے شخص پی علامت پچیت سوک زربن دینا بینا پس عرض بیت علامت یوت نا پتا یوت وقت کی دے شخصیت پنیشی تیل حفظ لا الہ الا اللہ زربن انگی نمیش سک پی ارزاون لا الہ الا اللہ زربن آیا افسوس آیا افسوس شیعان عالم علی ذر فریاد بوس علی ذر فریاد بوس یا علی دو علامت چچگین دو گمین علامت پو دوین وقت کی دی شخصیت پنگنان پیانل بنا مشکو امبری ترجم کن کوئر گوی کنن آیوم ما امام حسن کلی اسکین سترکشا چنیوس سومن سی علامت پدیوین وقت کی نس کوئی کن تریانا یلان سین یلان گیشی دیا یون کن بو یلان سین در بنا زر بات نا فقیر چین نا یلبچن چین
يا علي نا سنكنجل سنكنجي شدي دوك سيد زر زر ما داو ترمنا امام مجتبى زار زار گريا بن كسل مولد لخداي بندا يود شخصيت بكرا اميد احمدوك دون غچي موامير المؤمنين جفو ينبي چرگوی جلا مسجد آنوک نجموی مبارک اسپرال بیک زربت دانسه جب مسوم بستر بیماری که جوک سپیلش جوک بیکا دیرین شهید سونسه نجس نجف اجلا بیکه دفن بسه او زن خدای بنده بس ان شاء الله التماس دعا اخرين جملات مصيبت امير المؤمنين درين سق بنگران يتسوك امام حسن وانا امام حسن لصبر بزز امام حسين وانا امام حسين لصبر بزز امير المؤمنين اما زينب يزبي كيون سفريات بالا امير المؤمنين لزينب چموتو ممن برداج ومبت سال مولد باوی من دوغ چغ بوله زینب یرنگو مغو ساله میگیاد یری چی مودلن کرمله لرگو شاید یا زینب یا لا اله الا الله يا مولا يا مولا درين زينب يرز مكة چك چكستان ما يرى برداش ما يوز زينب بيق بي فرياد اسكت بو يرز نيكة صربة برداش ما يوز بس حاجات يتنا مد نظر يونو كم مريض يتنا مد نظر يونو كم مشكلات يتنا مد نظر يونو كم بس دي جملو نيام بو التماس دعا آغا امام زمان نچ غير نظر رحمت جب مولا يا علي کاش شرن کربلا لا شورا جزایت سبنا جزاینا پلمی مچب جد بو قدم قلم سوزه یحزه یحزه زینب دل چومنا یرید زینب بزی علی مبارکی گوی کسی خلق بکلنا تل زینبی یکن چی بس فریاد بس وا محمد وا علی وا حسن وا حسین يا حزن على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إن شاء الله زيارة أمين الله أمير المؤمنين مولاي متقيان لزيارة أمين الله من لكم الدروز حالت بيك غمس توجهنا ينبو مريض كني شفاء إمام زمان زهور عنو تأجيل جوانان عزيز كن غمي زندگي عنو كاميابي جوان الله حلال رزقنا روزي حلال روزگار فرح
مشكلات كن حل سون شجره اولاد مد كلا اولاد صالح شد سون شجره بوتمد كلا بوتاب ومد كلا بمشد سون شجره ان شاء الله باقي اجتماعي انفرادي چه مشكلات چهد لحل سون شجره متي مرحومين قومين يابت كامير المؤمنين لا زارت امين الله ملكمت قصد رجاء قربة الى الله السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته على عباده السلام عليك يا امير المؤمنين اشهد انك جاءت في الله كجهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولأة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفضائل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعبائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا وعبائد المزيد متواترا ومبائد المستدعمين معدا ومناهل الذماء لديك مطرعا اللهم واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأزهر كلمة الحق واجعلها العليا
وأدعذ كلمة الباطل واجعلها السفلى. إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم ندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام بحق مولانا أمير المؤمنين. يا الله 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 خدايا عالم الإسلام جقب جقب لن تربجوا. يا الله دشمنان الإسلام نيست نابود بجوا. يا الله خدايا دي عزاداران كن غمتن وحاجاتن روابس. يا الله مريض مريضون غم مالي باسا فيت شزد بز. يا الله خدايا مجلسين زنين غير يوزارين غم قبول حق قرارتم. يا الله خدايا قدر كنا عمر آخری شب قدر قرار متوں. يا الله آئند رمضان نغا چسی حد سلامت نیم بطب بیت بی نصیب شد بود. يا الله نئی جوان اللہ علال روزگار شد بود. يا الله نئی جوان انگم می حاجات ان روابوس. يا الله نئی امتحان تنسیت بی جوان انگم می امتحان انگم کامیاب چچو. يا الله خدايا باري لها نئي جوان كن غم تعليمي لينون انو كن غم بأحسن وجه كامياب چجب. يا الله باري لها خدايا دي مجلس بانو يد بيامسترمون اچنمون كفنون جوان مصبسترن كن سرم چنچن بزرگان كن علماء كن ساداتن. خدايا باري لها خدمت بن یود کن جوانان عزیز کن بسیج بقیت اللہ نئی جوانان کن. خدایا بسیج فاطمیہ مسترمون تمام گم مجدن محاجات یود نروا بچم. یا اللہ خدا وندا بار الہا فقزت روی بلا منجد شدیانا چگم مسترون سے جب. یا اللہ حاجات روا سون سے میں نے مشکل کن حل سون سے یسبون لمغفرت سون سے میں نے مچدی مجلس میں انہوں دست خالی دکھ سے متوں. یا اللہ خدایا مچا ہمیشہ ایمان نیم و عمل صالح من لکھوں میں توفیق شد بود. یا اللہ مچدی عزاداری نسین زنیونی کا نفیز مچدی دنیا دیگنر گلمی مرہومین انگم ملل چک سے. خدایا باری رہا مخصوصاً بانی انجمن صاحب الزمان مرحوم مغفور جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حیدر رجبی فقبی روب لسان فیستن جنگ سکو ارواح کن نجگتت بی نصیب شد بود. یا اللہ خدایا باری لہم ای مرحومین یر رحمت انتون یدن غریق رحمت قرار تم. یا اللہ نعوذ باللہ یری عدل کا عذاب چگیا یود ندان پیانو امیر المومنین نکوی ساما اہل بیت کننیم بو محشور گو چب. یا اللہ خدایا نچا روز افزون اسلام نا قرآن نا اہل بیت خدمت بے سقل توفیق شد بود. یا اللہ بس خدایا نچی خلاصہ مطلب بو تمام تر حاجات بو دیانو یود. خدایا بار الہا مچ عاقبت امر پو ختم بخیر گو چب. یا اللہ بحق محمد و عطرته الطیبین الطاہرین آمین رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین.